ملكة نازلي أم الملك فاروق، أثناء حكم الملك فاروق لمصر كانت العلاقة سيئة بينه وبين الملكة نازلي. في سنوات المنفى بعد أن تزوجت الملك فاروق، كيف كانت العلاقة بين الملكة نازلي الأم والملك السابق فاروق؟ هل حاول أحدهما أنه يتصالح مع الآخر؟ هل حدثت محاولات صلح؟ أنا كنت أعرف إخوات فاروق الثلاثة، إخوات فاروق البنات فايقة، فادية، فوزية اللي اتجوزت شاه إيران. أنا كنت صديقة قوية جدا لفادية وفوزية. كانوا ثلاث أميرات زي القمر. أما بالنسبة لأم فاروق كانت عايشة في أمريكا، ما كانتش معاه هنا في إيطاليا. هي جت روما لما ابنها مات. لما مات فاروق أمه جت على روما. أنا عرفت نازلي بعد لما فاروق مات، وبعدين الأم كانت عايزة تتعرف عليا وقعدنا مع بعض يوم. كانت عايزة تشوفني وإحنا تقابلنا يوم كامل مع بعض، وهي كانت عايزة تعرف كل حاجة عن ابنها. كانت عايزة تعرف كان عامل إيه، إزاي كان عايش حياته، إزاي كان بيقضي أوقاته في المنفى في روما. قالت لي لما قابلتني احكي لي كل حاجة عن ابني، وأنا بصراحة حكيت لها كل حاجة عنه. وأنا بكلمك دلوقتي وبفتكر الموقف، أنا جسمي بيأشعر دلوقتي. أنا جسمي بيأشعر وأنا بفتكر لما جت حضنتني وبستني وهي بتقولي كتر خيرك إنك أسعدتي ابني. من الآخر أنا معرفش ما إذا كان الحاجة اللي هقولها دلوقتي بالإيطالي هينفع تترجم زي ما هي كده بالعربي ولا لا. خلينا أقولك، أنت تعرف أن كل أفراد عيلة فاروق أساميهم بتبدأ بحرف الف: فادية، فوزية، فريال، فاروق. كانت قاعدة في عيلتهم أن كلهم أساميهم تبدأ بحرف الف. لما أنا اتجوزت هو قال لي أنت اسمك فأجي. أنا سألته ليه غيرت اسمي؟ ممكن أعرف السبب؟ أشرح لك. هو قال لي لأنه ف معناته فرو، وأجي معناها إجيتو اللي هي مصر بالإيطالي، وحرف الإي نسبة لإيرما اللي هو اسمي أنا. لو قدرت تترجم ده بالعربي هتبقى حاجة جميلة جدا، وهبقى في منتهى السعادة. فارو أول حرفين من فارو، إي إجيتو، إي إيرما، فا إي إجيتو، إي إيرما. فهمت؟ على فكرة المعلومة دي ما يعرفهاش أي حد. هو كان بيقول لي حبيبي فيجي. سؤالي، هل الملك فاروق كان بيتحدث مع أمه الملكة نازلي ولا كان يقاطعها تماما؟ هل حاولت الملكة نازلي أن تتحدث مع الملك فاروق وقت تليفونيا يعني هاتفيا وقت زواجك منه؟ أبدا، عمره ما كلم أمه أبدا. حسب علمي أنا عمره ما كلمها قدامي، لكن أنا بيتهيأ لي، مش متأكدة، يمكن كان يكون زعلان مع مامته لأن مامته عملت حاجة قهرته، يمكن عشان كده هو ما كانش عايز يشوفها. زود على كده كمان إنها سافرت أمريكا، يمكن هو كان عايز إن أمه تعيش معاه في إيطاليا. بصراحة أنا ما أقدرش أفيدك. أنا أحيانا كنت بسأله مامتك فين؟ كان يرد علي ويقول لي في أمريكا، وكان بيقفل في الكلام على طول.
باستنتاجك، هل الملك فاروق كان يكره الملكة نازلي أمه؟ باستنتاجك أنت. الأم عمرها ما تتكره، الأم شالتك في بطنها 9 أشهر، إذن ما ينفعش يكره أمه. احتمال يكون علاقة حب وكره مع بعض، كان حب زيادة عن اللزوم لأمه، وهي بيتهيألي ما بدلتوش الحب بنفس المقدار. يمكن يكون هو ده اللي خلق الحاجز ما بينهم. احتمال يكون كان بيحبها بطريقة مبالغ فيها وهي خذلته، لكن أنا عمره ما كلمني عن الموضوع ده، عشان كده استحالة الأم تتكره حتى لو الأم بتعمل حاجة وحشة. دلوقتي هقولك على حاجة، الملك بتاع مصر واحدة من أجمل بلاد العالم. الملوك مش زي بقية البشر ولا حتى زي رؤساء الجمهورية، الملوك كلهم حالة خاصة. احتمال يكون في مشكلة كبيرة هي اللي عملت حاجز ما بينهم. أنا في أحيان كتير قوي حاولت أتكلم معاه في الموضوع ده، لكن هو ما كانش بيرضى يتكلم، وكان بيقول لي كفاية مش عايز أتكلم في الموضوع ده.